السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي. اليوم جبت لكم فيديو بزاف عزيز عليا وبزاف قريب لقلبي اللي راح نشارككم كيفاش وجدت هاد لي بوب كيكس وهاد لي ديسكيمو لحفلة خطوبة صاحبتي لانتيم اللي راهي كيما اختي. وحابه نقولها مره خلاف كلشي مبروك، ربي يهنيك وربي يعطيك واش متمنيه قلبك. هنا بنها من قبل رحت قضيت يعني الحوايج اللي لازم يني باش نبريباري هذا الشيء اللي اول مره كانت نخدمه ولا اول تجربه ليا مع هذه الوصفه، يعني ما كانتش ناجحه 100% كما حبيتها. صراو لي بزاف عكسات فيها، مي الحمد لله كانت النتيجه المهم هي عجبتها وهذاك هو المهم. يعني المهم هنا شاركتكم شويه بمشترياتي وش شريت، ماغري كان وقتي بزاف محصور وخدمت هذا الشيء كامل في نهار بصح، وكان ما طاحت لي ويكاند ما كنتش نقدر نزيد نخرج، قضيت غير في ربع ساعه شريت هذا الشيء كامل، كتبته في ورقه وكانتكم اول مره ندير هذا الشيء، ما كنت خايفه نكون نسيت كاش حاجه، مي الحمد لله عدت سلامات. هنا اول شيء بديت نوجد في الجينواز اللي رايحه ندير بها لي بوب كيكس وميم لي زيسكيمو. درت الجينواز العاديه تاعي اللي مولفه نديرها معكم ديما، حكمت 5 بيضات بيان سور، ديما نقول لكم انكم ديروهم بحال الغرفة يفوبا تخدمو بهم باردين. ومن بعد هنا درت 125 غرام سكر، هنا حاولت نحسب لكم ابوبخي واحد 5 مغارف كبار معمرين تاع سكر، ومن بعد طلعتهم مليح مع بعض. هنا السرعة حبيت نوري لكم بلي قاعدة نزيد فيها بالعقل باش يطلع لي هداك القوام يتضاعف الحجم تاعو ويولي بيض، هذاك هو القوام اللي لازم نديروه نتحصلوا عليه باش تنجح لنا الجينواز تاعنا وتجينا خفيفة بهذه الطريقة. ومن بعد كي طلع لي البيض مليح عاد ورحت وزنت 150 غرام فرينة، هي اللي كان حابين نديروها بيضة، مي انا درتها بدوق الشوكولا على هذيك، قسمت حطيت 125 غرام فرينة ودرت 25 غرام كاكاو بني، حاولوا تخيروا النوعية الجيدة باش تكون نتيجة احسن بيان سور. وهكيك انا حسبوا بك عدد الملاعق اللي درتها لكم، باسكو حبيت نديها لكم بالملاعق باش الناس اللي ما عندهاش ميزان تقدر تعرف ابوبري قداه. وبيان سور حطيت لافاني ولا حطوا، لكن تقدروا تستغناو عليها باسكو الكاكاو ثاني يعتبر منكه. وما تنساوش ثاني رشه ملح تحطوها على الاول مع البيض. هنا الفرن تاعي كنت شعلته يسخن قبل ما نكمل تحضير هذا الخليط، وكي توصلوا هنا المرحله هذه حاولوا تدخلوا بلا سباتول، دخلوها من تحت للفوق بما يطيح لكمش القوام تاع البيض تاعنا، هكا حتى يتجانسوا المكونات كامل مع بعض ونتحصلوا على خليط متجانس بهذه الطريقه. هنا كنت خيرت المول تاعي كبير بالدمة غير باش ما تجينيش طالعه بزاف لا جينواز تاعي وما تجينيش معجنه من بعد كي نفتفتها ونخدم بها الحشوه تاعي. بهذه الطريقه حطيت الخليط كامل، وبيان سور ما تنساوش ديروا الزبده والفرينه في المول تاعكم. وهذه الطريقه تساعدني اني السطح تاع الكيكه تاعنا تجينا سطح مستوي يعني كامل قد بعض. هنا حبيت نزيد اضافه للحشوه تاعي اللي هي راح ندير لا بودغ تاع النيكاتين، ولا تقدر تقولها ميم بودغ بخاليني بصح غير بالكوكا والسكر. واش درت، حكمت هنا كميه صغيره تاع الكوكا وكانت عندي مقشر، حطيتها في الفرن باش نحمصها. ودرك نعت لكم واش راح ندير من بعد. هنا ابخي ما برد خرجت الكيكه تاعي وكانت شايحه كي ندخلوا المسنقه وشايح كي نخرجوه، قسمتها لهك يعني قطع صغيره باش تساعدني اني من بعد نرحيها ونرجعها الى بودره، يعني خساره هاد الجينواز راح تتفتفت من بعد. المهم هنا لو طون الكاوكاو تاعي راه يتحمص في الفور، جبت كاس السكر حطيته فوق مقله، حاولوا تخيروا مقله تكون شويه خشينه وخليوه هنا على نار قليله حتى يولي لي كراميل. وهنا ميم طون شفتوا الكاوكاو تاعي راه حمار كي داب لي مليح هذاك السكر. هنا زدت شويه زبده، يعني تقدروا تستغناو على هذه المرحله، وانا لكن انا حبيت نزيد هذيك المغرف تاع الزبده، اون ماشي مغرف مي ربع مغرف صغيره. بعد زدت
كاس كاوكاو اللي حمصتو هداك، وهنا تقدروا تبدلوا الكاوكاو تاعكم باي نوع من المكسرات اللي عندكم ومتوفر عندكم ولا تحبوه. انا هنا كان عندي غير الكاوكاو، ونبقى ندخل هداك الكراميل في الكاوكاو تاعي بهذه الطريقه حتى نشوف بلي كامل حبات الكاوكاو تاعي قاسهم هداك الكراميل. من بعد نكون وجدت على جهة بلاطو فوق البابي كويسون باش نحط عليه الخليط تاعي كامل ونخليه يبرد باش من بعد نرحيه بطبيعة الحال بهذه الطريقة. يعني هاد المرحلة زادت لي هديك القرمشة في اللي بوب كيك تاعي وزادت لي بنة، يعني بما يكونش غير جينواز الحشو حبيت النوع. تقدروا تستغناو عليها اكيد، ولكن كي زدت هكا كان فرق يعني باين. هنا حكمت هذيك الكيكة حبيت نحطها على الاول في البيت خنبك بالخلاط، ما صلحتليش ما فتفتتها مليش مليح، مالا رحت استعملت الميكسور بهذه الطريقة حطيتهم في دقيقة فتفتتها لي ولا اروع. وشيا لازم يكون الميكسور تاعكم الشايح ولا قطرة ما بما تعجنش. هنا ابخي ما برد لي هذاك الشي اللي درناه اللي يسميوه كيما حبيتيو، هنا بديت نقصه وحاولوا ديروا قطع صغيره في كل مره ما تفزدوش الباتور تاعكم بالميكسور، وبديت نرحي فيه حتى نتحصل على هذا الشكل من البودره. تقدروا تخليوها بودره وتقدروا تكملوا تخلطوا وترحيوا حتى تولي لكم عجينه، ولكن انا حبيتها هكا، حبيت هذا القوام. حطيتهم في البورت مونجي تاعي وخليتهم على جهه. هنا بخي ما رحيت هذاك الشيء زدت كاس من هاد لا بودغ اللي خدمناها بالكاوكاو، بودغ براليني ولا بودغ نوغاتي. هنا بالنسبة بمه لميتها، لميتها هنا بالشوكولا تختيني، تقدروا تلموها بالشوكولا البيضاء، تقدروا تلموها بال سميهو لي النيسلي حليب، تقدروا تلموها بالزبدة، ولا تقدروا تخلطوا بين هاد المكونات كاملين اللي سميتها لكم. انا هنا استعملت زوز بايض تاع الشوكولا تختيني اوبتيلا، مي هادوك الصغار ماشي الكبار، يعني حكمت لكم كانت الكميه شويه كبيره، ولكن هكيك وكي كنت قاعده نلم فيها كنت كنحط فيها داك التوب ولا هداك البايتا من الفوق تتحلي، جوغ نحس هذيك الحبه راهي محلوله ماهيش مسرده مليح وحاكمه روحها. الوغ واش زدت هنا نسيت ما صورتهالك باسكو جوغ راح عليا الحال وبديت غير نزرب باش نفض عليا، زدت الزبده حاولوا تخيروها طايريه يعني، ودخلوا مليح في هداك الخليط تاعكم راح تتحكم لكم العجينه مليح، وممكن تلويوها من بعد ديروها كريات تجي الحبة حكمة روحها. هنا حاولت نديرهم كامل حاولت نديرهم كامل 30 غرام قصتهم بهذا الشيء باش ندير لي بوب كيكس. وهنا اون ميم طون كنت قاعده نجرب في ليزيس كيمو باسكو هذه اول تجربه ليا معاهم، درت الطبقه الاولى من الشوكولا، حاولوا ديروا ثلاث طبقات وتخليهم اشاك فوا في الكونجيلاتور. ومن بعد حطيت هذيك الخليط تاعي اللي درناه للحشو بهذه الطريقه. هنا الفو با تتكاو مليح باسكو الشوكولا كي تكون جامده مليح وتتكاو عليها باش تتبلاطي وهداك الحشو راح تسمعوا الطقطقه وتتكسر الشيكولا من التحت. سما هنا حاولوا تخدموا بالعقل، انا هنا الحبات اللي كسرتهم اكثر من الحبات اللي خدمتهم يعني بكل صراحه، ولكن مع الوقت بعد فهمت الخطا وين كان، بلي انه كنت قاعده نتكابل بزاف كي ندخل هذيك الحشوه في المول تاعي، وكي كنت هكيك ما نحسش بلي الشوكولا من تحت راهي تكسرات. من بعد كي نجي نخرج الحبه عفوا نلقاها كامله تكسرات، ولكن وتاني هذيك السوسات تاع الخشب كي ندخلوها تاني كانت تدير لي مشاكل بزاف، ولكن في الاخر راح نقول لكم لاستوس اللي نجحت لي واللي هذيك هي اللي منعتني. المهم هنا الحبات تاعي بعد ما لويتهم كامل بديت جبت هاد لي بايات، هما دي بايات ماهمش هادو تاع لي بوب كيك، مي انا عجبوني الشكل تاعهم ويخرج لها مع الدم. واش درت قسمتهم كما شفتي وما خليتش الحبه طويله بزاف، وكل حاولوا ديروهم متقايسين، بعد ندخلوهم في الشوكولا وندخلهم في نص الحبات تاعنا باش يلصق هذاك البايتا مع البوب كيك بهذه الطريقه، ونخليوهم شويه حتى هذيك الشوكولا تجمد لي، وباش من بعد كي نغلاسيوهم بالشوكولا ما يطيرش سامحوني الالرجي تاعي راهي زايده اليوم. المهم بما يطيرش من بعد كي ندخلوا هذوك لي بوب كيك ونغلاسيوهم من الحبه تاعنا. بعد الطريقة كملتهم كامل، وهنا كانت اختي اكرام تعاون فيها، ميرسي اكرام لك انا كي تشوفي في هاد لا فيديو.
يعني الحقيقة جهلوني، بصح تعلمت بزاف، يعني كاين بزاف دي زاستيوس في هذا الشيء، هما يبانوا لكم ساهلين ولكن هادوك لي بتي ديتاي هما لي قلقوا. انا حاولت ندير بهذا الفنجال من بعد، بصح طاحت لي سورتو كي تكون الشوكولا بزاف سخونه، حاولت تخليوها شويه تبرد، خليتهم يجمد هذيك الطبقه الاولى، من بعد زدت درت لهم طبقه ثانيه، لانه الشوكولا البيضاء تعرفوا سورتو كي تكون نوعيه شويه لازم لها قداش من طبقه باش تجي يعني صح بيضاء وما تبانش هذيك الحشوه من الداخل. ولي فينيسيون هنا سامحونا برك ماناش دي بروفيسيونيل، يعني حاولت اني ندير فينيسيون باهيه على الاخر، ولكن معاوش صرالي كامل، وليت نحاول غير اني نفض. المهم هنا كنت ندير شويه بوب كيكس وشويه اسكيمو، بديت هكا نكمل على شاك فوا نعاود، باسكو على شاك فوا كانت تتكسر لي، ولا الخط هذاك هو خط واحد يتكسر ولكن تجي الحبه بشعه، تما كنت لازم نزيد نعاود. ومن بعد هنا وصلت للاخر بديت نخاف، باسكو الشوكولا البيضه بدات تفضل لي، وما كانش عندي اصلا من راح نشري، ولكن الحمد لله عدات سلامات. قلت لكم انه انا هنا واش ساعدني اني ما نحطش هذاك السوسات هذاك تاع الخشب ندخله هنا كي ندخل الحشوه، انا خدمت الحبات تاع ليزيسكيمو كامل، ومن بعد على الاخر سخنت الموس، يحاول تخيروا موس يكون شويه رقيق، ومن بعد ندخله من جهه اللي ندخل فيها داك السوسات تاعي الخشب، ومن بعد عداك ندخل هذوك لي توب تاعي تاع السوسات. هكا جاتني الطريقه احسن خير من اللي ندخلهم طول من بعد نكسر الحبات. هذه تقدروا تستعملوها يعني كمعلومه جانبيه مع الاكسبيريونس اللي صرات لي انا في هاد الوصفه. انا كما شفتي من تحت جاوني بزاف باشعين وكبار هذيك البلاكه من تحت تاع الشوكولا، على هذيك واش درت سخنت مقله وحاولت نقدها بهذيك الطريقه برك باش نحي هذاك الزايد. انا استعملت الماكريل لارجون لارجونتي وباش عطاتني هذيك لابريونس، ومن بعد درت شوكولا شويه بيضة، التزيين يبقى اختياري يعني، وحطيت هذوك السمسميات البيض، وهنا هذه حلوه السكر هذه كانت شريتها ديجا، حطيت شويه شوكولا بيضة ولصقتها من الفوق. وبالنسبه لشي هادو لي لتر كان عندي عجينه السكر وكان عندي المول تاعهم، خدمتهم يعني بهذه الطريقه غير الاسم تاع صاحبتي وخطيبها بهذه الطريقه. ومن بعد درت غير شوكولا بيضة بلا بوش هادو هذيك، ودرت هذوك السمسميات من الفوق، يعني طريقه بسيطه وسهله. وهنا كما تشوفوا جبت هذاك ثاني الدوغي ودهنت بزاف هذوك لي ديتاي باش تبان هكيك باهيه. بعد هنا الدوزيام جوغ بديت نبريباري، وحبيت نشارككم كيفاش بريباريت واش لبست. اول شيء هنا هاد ديفخواسور اللي كنت شريته 280 نورمالمون لو بري تاعو، بزاف عجبني بزاف براتيك، يعني الحجم تاعو صغير يليق في الفواياج، وحبيت هنا نوري لكم كيفاش واش يكون كاين معاه وكيفاش يعني النتيجه به. هو بور سون بري يعني حاجه بزاف براتيك وحاجه بزاف مليحه. شوفوا واش يجي مع هذاك التوب باش نحطوا الماء، وهاد هو تقدروا تستعملوه مام كيف نقولوا فابوريزاتور اللي نحلوا به المسامات تاعنا قبل ما نديروا لي ماسكيتو، هذيك هذيك العفسه هذيك ونستعملوا لهذاك الشيء. وهادو ثاني يجيو معاه المشطات هادو اللي ما عنديش اصلا فما هنستعملوهم. المهم انا كان عندي هنا الكارتون تاعي حبيت نجربو به، كان شويه مكسر، حطيت الماء، وشي الماء هنا لازم تستعملوا هذاك الماء المقطر ولا ماء سعيده باش ما يديرش هذاك الكركا ويفسد لكم. وليه ليه يعني تكاو على البوطون الاحمر هذاك باش يسخن، ليه ليه تقاو الماء غليان، بعد تبدا تخرج لكم هذيك البخار، واستعملوا بهذه الطريقه يعني بزاف عجبني الحقيقه. بور سون بري بزاف مليح، وراح نديه معايا ان شاء الله في الشوره، مع بصح هذا يعني كزياده ما راحش يكون كيما الحديد احنا اللي نعرفوا هذيك، بصح كزياده يعني نحي عليك بزاف. وهذا هو الكافتون اللي كنت لبسته، شريته من قسنطينه، وهذا هو اللي لبسته انا بعد في الشوفه تاعي، قلت يعني لما حاجة سامبل وباهية قلت نلبسو خير في الخطبة تاعها، حددتو. حبيت نشارككم تاني وش لبست معاه، كنت شريت هاد الصابو اللي نورمالمون خلصتو غير 150 شريتو من لي زالي، يعني بزاف مليح، وميم لا كولور تاعو تخرج مع لو كافتون.
شوفوا لي ديتاي تاعو بزاف باهي. انا نحب الحاجه سامبل كلاس، وهذا يعني كنت درت قسنطينه كامل. لكن حبيت نحط لكم لا بوتيك اللي شريتها من عنده، مازالت عندي ماما لا باج تاعو، بالك نحطها لكم في صندوق الوصف. بوغ لو ماكياج انا انسانه عاديه جدا، ما نحبش التخربيط بزاف، وهنا كانت اختي اكرام هي اللي دارت لي. شاركتكم شويه باللي باليت اللي خدمت بيهم، يعني شويه شويه هكا، حبيت نكون بسيطه، يعني ما رحتش لاكوافيز ولا درت كل شيء في الدار. وشعري تاني ليسيت برك. هنا الماسكارا بريفيري تاعي اللي هادي تاع اسونس الخضراء لاش برينسيس، هادي ما تخطانيش كل ما تفض يعني عندي. ولو روج اليف يعني استعملت حاجه سامبل اون روز هكا نيود. و بور لي بارفان عندي هذا ليت كور ولا لوسيون، هادي بزاف مليحه تخلي لك لابو تاعك بزاف رطبه، استعملتها في لو كور تاعي كامل. ديودون نختا اللي هادي نموت عليها، هادي ما تخطاني ثاني. واستعملت هاد لو بارفان تاع زارا بلاك امبر بزاف مليح، سورتو في هاد الشتاء يعني يليق بزاف. بور لي اكسسوار هنا نلبس غير لا مونتر تاعي، يعني قلت لكم كنت فريمون تري تري سامبل، ما حبيتش خلاص نكون نشارجي هكا باسكو جو خطبه، وحبيتها هي اللي تكون يعني هي العروسه، هي اللي لازم تبان، احنا ما عندنا لا ما. ولبست لاباك تاعي، وهادو هما كانوا تحضيراتي المتواضعين. وديت معايا هذاك الكاطو يعني اللي ما كنتش قانعه به 100%، من الله غالب وعدتها، وكنت لازمني نكون حق يعني قد الوعد تاعي. الحمد لله عجبوها، باغي انا كانت كوم خدمت من بيدي، مي ما كنتش هذيك هي النتيجه اللي حابتها. وهنا شاركتكم بواش حطت هي في الحفله تاعها، كي حطتهم يعني في لي بلاطو هادو، قلت ما عليهش بنات ما كانوش يبانو هذوك لي ديفو. هذه هي النتيجه، ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو تاع اليوم. ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتخليوا لي جيم هاد لا فيديو، ونلتقي في فيديو جديد مع وصفه جديده وفيديو جديد.